دكتور محمد يسري مرشح مجلس الشعب عن الدائرة 3 مدينة نصر والقاهرة الجديدة. نحب نتعرف على الدكتور محمد يسري وشهادات الدكتور محمد يسري كتعرف يعني الإخوة الذين لم يعرفوا الدكتور محمد يسري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أخوكم في الله محمد يسري إبراهيم من مواليد القاهرة حي الزيتون. كانت النشأة في بدايتها في مصر، ثم سافرت مع والدي الذي كان يعمل في الجامعة في الخليج. حصلت على الثانوية العامة من خارج مصر، ثم التحقت بكلية الهندسة، حصلت بحمد الله تعالى بعد البكالوريوس على الماجستير ثم الدكتوراه في الهندسة الكيميائية. وعلى التوازي مع هذا التحقت بكلية الشريعة جامعة الأزهر، وحصلت أيضا على ليسانس في الشريعة ثم الماجستير ثم الدكتوراه من جامعة الأزهر في كلية الشريعة بالقاهرة. عملت في عدد من الوظائف والأعمال. أولا عملي الأصلي والأصيل باحث في المركز القومي للبحوث في الدقي في مجال البحث العلمي في مجال الهندسة الكيميائية اللي هي تخصصي الأصيل والأول. ثم أنشأنا مركزا لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها اسمه مركز فجر، وليه فرع رئيسي هنا في مدينة نصر وفرعين، واحد في المعادي وآخر في الدقي، وأنا رئيس مجلس إدارة هذا المركز. أيضا أنشأنا مركزا للبحوث العلمية والدراسات الشرعية اسمه مركز أو دار اليسر للبحوث العلمية، والحمد لله أخرج هذا المركز أكثر من 100 دراسة وبحث وكتاب بحمد الله تعالى. أيضا أسسنا مع مجموعة من الفضلاء الكرام معهدا للتعليم الأزهري في منطقة القاهرة الجديدة، وبالتحديد في التجمع الأول. المعهد اسمه معهد تاجان، يمارس عمله من 4 سنوات، والحمد لله يؤم عدد كبير من الطلبة، وترتبط به يعني أسر كثيرة في منطقة القاهرة الجديدة ومدينة نصر ومصر الجديدة. تقلدت عدة وظائف في الجامعة الأمريكية المفتوحة، كنت باحث بالجامعة ثم نائبا لرئيس مركز البحوث ثم رئيس لمركز البحوث بالجامعة الأمريكية المفتوحة ثم نائبا لرئيس الجامعة، وما زلت حتى الآن نائبا لرئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة. وأيضا أجمع إلى هذا وظيفة وكيل جامعة المدينة العالمية، ودي جامعة مؤسسة في ماليزيا، وأنا يعني أعمل في فرعها الموجود هنا بالقاهرة. شاركنا بحمد الله في تأسيس عدد من المؤسسات الخيرية والدعوية هنا في مصر، وأيضا التحقنا بعدد من المؤسسات الدولية زي الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام، ودي منبثقة عن رابطة العالم الإسلامي، وأنا عضو مؤسس في هذه الهيئة. أيضا عضو مؤسس في منظمة النصرة العالمية اللي تأسست في أعقاب الرسوم الكاريكاتيرية التي أساءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عدد كبير من علماء المسلمين على مستوى العالم الإسلامي بأسره، أنا عضو مؤسس فيها وعضو مجلس أمنائها وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة النصرة العالمية ورئيس مكتبها هنا في القاهرة. أيضا هناك رابطة علماء المسلمين، ودي رابطة تأسست قبل أكثر من سنتين، وتضم في عضويتها علماء من أكثر من 35 دولة. الحمد لله أنا عضو الجمعية أو عضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين ورئيس اللجنة العلمية فيها أيضا، وعضو رابطة علماء أهل السنة، ودي أيضا تأسست قبل سنتين ونصف تقريبا، وأشارك بفضل الله تعالى مع هذه الجهات الداخلية والمحلية بالإضافة إلى الجهات العالمية والدولية. بفضل الله عز وجل مع قيام هذه الثورة يعني كنا مع إخواننا الذين خرجوا إلى ميدان التحرير، وأزرنا هذا التوجه،
وسمع هذا في خطب الجمعة التي ألقيت يوم 28 وما بعدها من الخطب، منها خطب هنا في مسجد الإيمان في أعقاب التنحي مباشرة. كانت لي خطبة هنا تحدثنا فيها عن الموقف، وإخواننا يعني استمعوا إلى رؤية في هذا الموضوع. أعتقد كده التعريف وافي. طبعا متزوج وأعول.